الجيش الإسرائيلي حقق تقدما جديدا ومحوريا داخل قطاع غزة تحت وطأة خسائر كبيرة يتعرض لها الجيش الإسرائيلي من قبل الفصائل الفلسطينية الموجودة طبعا داخل القطاع. هذا التقدم أصبح واضحا للغاية من لقطات قد نشرت على صفحة وزارة الدفاع الإسرائيلية الرسمية في 24 ساعة الماضية، ونفس هذه اللقطات نشروها أيضا على صفحة اليوتيوب الخاصة بهم. وستلاحظ من هذه اللقطات بأن فعلا من خلال هذه المباني المدمرة أن هنالك دبابات الميركافا والمدرعات الخاصة بهم هي تتواجد عند هذه المباني المدمرة كما هو واضح أمامكم. وبعض اللقطات هي التي كشفت طبيعة هذا الموقع. واحدة من هذه اللقطات من طبيعة المباني أو هندسة الشبابيك المميزة، ستلاحظ بأننا أمام هذا المبنى أول كان واضحا من طبيعة طبعا التصوير، وبعد مسافة من هذا المبنى تأتي مجموعة من المباني الأخرى. لنتجه إلى هذه المباني سنجد بأننا أمام ثلاث مباني كما هو واضح، المبنى الأول والمبنى الثاني، أيضا نوع من الهندسة الشبابيك المميزة أيضا التي ستكون مفيدة في تحديد هذا الموقع، وكذلك مبنى كبير بهذا الشكل بهذا التصميم المعماري الواضح والشبابيك الكبيرة أو الزجاج الكثير الموجود على هذا المبنى. هذا يعني بأنه معرض بكل تأكيد، وبالتالي هنالك طريق ساحل وأيضا البحر المتوسط واضح. وهذه المنطقة أساسا كان قد صورها أحد المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة قبل كل هذا الدمار والهجوم الذي جرى على هذه المنطقة، وقام بتصوير المنطقة عندما قام المواطنين الفلسطينيين أو التجار الموجودين هناك بمغادرة وإخلاء الموقع بسبب خطورة الموقف وبسبب ظروف الحرب الخطيرة. وكان قد صور بهذا الشكل هذا المقطع، وتظهر نفس المباني على جهة اليمين، نفس المباني التي رأيناها الآن المصورة حاضرة. هذا هو المعرض، الزجاج واضح جدا، وهو معرض للسيارات طبعا في حقيقة الأمر، وواضح بأنه دخل ووصل طبعا إلى دوار للتأكد من هذا الموقع بشكل أكبر. ستلاحظ نفس هندسة الشبابيك في هذا المبنى واضحة بمسافة تأتي هذه المباني الثلاثة التي تحدثنا عنها، وهذا هو المبنى الأول والمبنى الثاني بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وهذا هو المعرض بحرف الأم، وهو مهم للغاية لكي نعرف ونؤكد هذا الموقع وكثرة الزجاج أو الزجاج الكثير الموجود عليها. وأيضا تلاحظ بأننا أمام دوار بعد هذه المنطقة، وكان صاحب المقطع يقول بشكل واضح بأن هنالك إخلاء وأن المواطنين موجودين في الشيخ عجلين قد غادروا هذه المنطقة تماما. وبالتالي بالاستفادة من كل هذه المعلومات الآن، إذا ما أخذنا شمال قطاع غزة طبعا واتجهنا إلى الشيخ عجلين تحديدا، فهذا هو الشيخ عجلين الذي ترونه، وهذا هو الدوار المقصود، وهذه بالضبط هي النقطة التي جرى فيها التقدم للجيش الإسرائيلي. نأخذ 180 درجة من هذه الصورة ونحاول التوقف هنا، وستجد نفس العلامات تماما مما رأيناه. هذا هو المبنى الأول على مسافة، يأتي المبنى الأول المبنى الثاني، ولكن المعرض ليس موجودا، وهذا لسبب مهم بسبب أن صورة الجوجل إيرث التي ترونها أو الأقمار الصناعية قديمة تعود إلى شهر يونيو من عام 2021، ولكن لحسن الحظ هنالك صورة لهذا المعرض قد التقطت، قد تكون من صاحب المعرض أو من أحد الزبائن كان قد التقط الصورة من هذه النقطة من هذا الدوار الذي ترونه بالضبط لهذه المنطقة. وأي شخص ممكن أن يطلع على الصورة الموجودة هنا، وبالتالي بالنقر على هذه الصورة ستجد أن صورة المعرض ستظهر أمامك واضحة مع حرف الأم، وموتور وان هو اسم طبعا المعرض لمعرض السيارات الواضح بهذا الشكل. وبالتالي الجيش الإسرائيلي هذا يعني بأنه قد وصل فعلا إلى هذه المنطقة وسيطر على هذه المنطقة تماما. ما الذي يعنيه هذا يا ترى؟ إذا ما أخذنا خارطة الوور مابر وقارناها مع هذه الصورة، آخر صورة قد صدرت من الوور مابر، ستلاحظ بأن سيطرة الجيش الإسرائيلي هم قد وصلوا إلى شارع الرشيد إلى البحر المتوسط، ولكن طبيعة التقدم الذي جرى هي بهذا الاتجاه وسيطروا على هذه المنطقة، وهذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي قد تقدم على مسافة نصف كيلو متر تقريبا. هذه المسافة التي تقدم لها مسافة بسيطة للغاية في ظل مقاومة كبيرة من الفصائل الفلسطينية في تلك المنطقة، لكن هذا التقدم طبعا يعني ببساطة من الممكن للسيطرة أن تكون بهذا الشكل الكبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي. كما تلاحظون كيف قام الجيش الإسرائيلي بالتقدم بهذه الطريقة. طبعا إذا ما عدنا إلى القمر الصناعي، فهنالك عمل عسكري فعال من الجانب الإسرائيلي
تجاه هذه المناطق. فالجيش الإسرائيلي كما نعلم تمكن منذ فترة من التقدم إلى هذه المنطقة بهذا الشكل وقطعها بالتمام والكمال، قطع شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة، ووصلوا طبعا إلى شارع الرشيد الذي تحدثنا عنه، والدبابات الإسرائيلية أصبحت موجودة هنا في هذه المنطقة. الذي جرى بأنهم استفادوا من مسألتين: مسألة الضربات الجوية المكثفة في كل ليلة على الأهداف الموجودة في شمال قطاع غزة بشكل عام، من ضمنها هذه المناطق، ولكن البحرية الإسرائيلية هي التي لعبت الدور الأكبر في عملية الاستهدافات على هذه المباني الموجودة على ساحل البحر المتوسط، من أجل أن تحقق التقدم الذي حققته الآن، وتمكنت من التقدم إلى النقطة التي رأيناها قبل قليل، ألا وهي هذه المنطقة الشيخ عجلين. وواضح بأنهم قد سيطروا على هذه المنطقة. نعم، هو تقدم بنصف كيلومتر فقط، ولكن تقدم محوري، وواضح أن الجيش الإسرائيلي يريد قطع الطريق بأكمله للوصول إلى ميناء غزة المهم للغاية. وجيش الإسرائيلي أصبح على بعد ما يقارب الكيلومترين فقط لكي يصل إلى ميناء غزة، الذي سيعتبر سيطرة كبيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي إن ما وصل إلى هذه المنطقة. وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة العمليات التي قامت بها البحرية الإسرائيلية، أيضا نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية دون التعليق عن أين هذه هي المنطقة وأين تتواجد، ولكن من اللقطات واضح بأننا أمام نفس المنطقة تماما. كثفوا هذه العمليات وهذه الضربات على عناصر الفصائل الفلسطينية من الاستخبارات، من كذلك ممن هم يحملون صواريخ الياسين 105 المضادة للدروع وغيرها، وبالتالي ضربوا كل التحصينات وتقدموا إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها. وبالتالي الجيش الإسرائيلي واضح جدا أن الخارطة بالنسبة للوور مابر الآن من المفترض أن تتغير بهذا الاتجاه، وهذا يعني بأنهم لا يبحثون السيطرة على ميناء غزة فقط، وإنما أيضا يريدون الالتقاء مع القوات الإسرائيلية التي تقدمت ووصلت إلى مخيم الشاطئ وتحاول التقدم بهذا الاتجاه، وذلك لغلق المنطقة بأكملها على شمال قطاع غزة، ومن ثم البدء بالمرحلة الجديدة ألا وهي المرحلة الأكبر والأخطر والأكثر أهمية، هو اقتحام مدينة غزة بأكملها والأحياء طبعا المحيطة بها. وهذه طبعا وذكرنا بأنها الأخطر بسبب المقاومة الكبيرة القادمة بين الفصائل الفلسطينية، فالفصائل الفلسطينية تكبد الجيش الإسرائيلي الكثير من الخسائر تحديدا على مستوى مخيم الشاطئ، بالإضافة إلى الشيخ رضوان أيضا، وأيضا بيت لاهية وبيت حانون، كلها مناطق الفصائل الفلسطينية تحقق الكثير. على سبيل المثال اليوم هم أعلنوا كتائب القسام بشكل رسمي بأنهم تمكنوا من عملية حرق 3 دبابات كانت قد اقتربت أو دخلت أو حاولت التوغل في منطقة التوام الموجودة طبعا في مدينة غزة إلى شمال غرب قطاع غزة بهذا الاتجاه، حرقوا طبعا 3 دبابات، وكذلك بأن هنالك قناص أو قناصة خاصين بحماس تحديدا وبالفصائل الفلسطينية تمكنوا من عملية أيضا قتل أحد العناصر أو أحد الجنود الإسرائيليين في نفس المنطقة، منطقة التوام تحديدا، وتمكنوا من تحقيق نتائج كبيرة في هذه المنطقة. ولكن في حقيقة الأمر الاستهدافات والاستنزاف كبير للغاية، أكبر من الأرقام التي ذكرتها لكم. واحدة من الأدلة على هذه الأمور هو ما نشره الإعلام العبري اليوم، الذي أكد بأن هنالك كتيبة جديدة من الجيش الاحتياطي الإسرائيلي شكلوها الآن، وهي من كتائب المدرعات أو كتائب الدبابات من دبابات ميركافا 3 القديمة، من النسخ القديمة تحديدا، قد شكلوا هذه الكتيبة أو هذه الفرقة الجديدة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبدأوا ووجهوها طبعا باتجاه قطاع غزة بشكل مباشر، وهذا يوضح طبيعة الاستنزاف الكبير الذي يتعرض له الجيش الإسرائيلي. وبالتالي الجيش الإسرائيلي لديه مشكلة وتوقف تام في مخيم الشاطئ بسبب خط الدفاع الكبير الذي تشكله الفصائل الفلسطينية من حرب شوارع، من أنفاق وغيرها، ولكنها بدأت تتقدم بهذا الاتجاه. وطبعا التوقف هنا واضح جدا ويتفق معه تماما ويؤكده موقع ريبر الروسي، كما تلاحظ هنا باللون الأحمر يوضح لك كيف أن الأمور متوقفة، لكنهم يقصفون
هذه المناطق، من ضمنها طبعا ميناء غزة الذي تحدثنا عنه، يقومون بالعديد من الضربات، لكن الأمور نوعا ما للجيش الإسرائيلي متوقفة للغاية في هذه المنطقة. المثير بهذا الأمر بأن هذه المعركة ستكون صعبة وصعبة للغاية من وجهة نظر أمريكية مهمة من الجنرال جوزيف فوتل، وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية سابقا، الذي كتب على الواشنطن بوست يوم أمس بأن هذه المعركة لن تكون سهلة، وحذر الإسرائيليين تماما وحذرهم من حرب الأنفاق القادمة ضدهم. هذا كله على الرغم من أن إسرائيل يوميا تقصف هذه الأنفاق، صباح هذا اليوم ضربوا هذه الأنفاق بهذا الشكل طبعا بقنابل مخترق القبول للحق الأضرار بالأنفاق، يقولون بأنهم يلحقون الأضرار بهذه الأنفاق وغيرها. ولكن الكلام من جوزيف فوتل هنا يتحدث وكأن هذه الأنفاق لا تتأثر أبدا من الضربات الجوية التي تقوم بها إسرائيل باستخدام قنابل البانكر باستر، فهو كان قد تحدث عن تجربته بوجوده في إحدى الأنفاق أساسا المرتبطة بحزب الله اللبناني في داخل إسرائيل، قال قد زرتها ورأيت كيف أن تصميم هذه الأنفاق محصن للغاية وشعرت بمأمن كبير، وقال بأن التحرك سهل للغاية، الاتصالات، الأمور اللوجستية، الغذاء، الأسلحة وغيرها. وطبعا حتى الإعلام العبري اليوم تحدث عن كيف أن حركة حماس تمكنت من خلق شبكة أنفاق كبيرة للغاية ومعقدة للغاية، وتمكنهم من عملية الصمود لأشهر وليس فقط لأسبوع أو لأسبوعين. وبالتالي الحديث هنا طبعا من جوزيف فوتل ويتحدث عن مرحلة الاقتحام القادمة بعد تطويق شمال قطاع غزة، قال هذه المعركة ستكون صعبة للغاية بسبب أن هنالك الكثير من المدنيين الذين يتواجدون بين الفصائل الفلسطينية لم يغادروا هذه المنطقة أبدا، وكذلك بسبب أن الرهائن أيضا يتواجدون في الأنفاق أساسا، لم يحدد إذا ما كانوا في شمال قطاع غزة أو غيرها، بعض التقارير تقول بأنهم في خان يونس، ولكن قال بأن هنالك احتمالا للرهائن أيضا أن تتواجد في هذه الأنفاق، وبالتالي حتى هذه الضربات يجب أن تكون محسوبة من الجيش الإسرائيلي، ويعني أن التكنولوجيا والقدرات العسكرية الخاصة بإسرائيل ستتوقف تماما وسيكونون في نقطة قريبة من الاشتباك المباشر مع الفصائل الفلسطينية في ظل وجود رهائن وفي ظل وجود مدنيين، وهو قد حذر الجيش الإسرائيلي من أي ضربات ممكن أن تؤدي إلى المزيد من الخسائر بين المدنيين، وذلك لسبب مهم للغاية طبعا. السبب المهم أن هؤلاء المدنيين طبعا إن قتلوا أو كان هنالك المزيد من القتل لهؤلاء المدنيين، فهذا سيعني ببساطة بأن الغرب، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية قد تسحب الدعم الذي تقدمه لإسرائيل، وهذا بالضبط ما تبحث عنه الفصائل الفلسطينية، لأن إسرائيل من دون هذا الدعم تصبح مسألة نجاحها في هذه العملية البرية تجاه قطاع غزة ضئيلة للغاية، بسبب أنهم لا يعرفون كل شيء مما تمتلكه الفصائل الفلسطينية في داخل قطاع غزة، تقارير متضاربة وغيرها، ولكن ليس كل شيء معروف عن هذه الأنفاق وقدرات الفصائل الفلسطينية التي تخبئها في شمال قطاع غزة. بالتالي المسألة وجدها بأنها صعبة وصعبة للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وحتى مسألة الرهائن هي مسألة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فبحسب موقع أكسيوس الأمريكي كان قد كشف بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأبلغه ببساطة: نرجو منك أن توقف إطلاق النار لمدة 3 أيام لكي نخرج أو لكي نجد طريقا مع الفصائل الفلسطينية لإخراج طبعا الرهائن أو بعض الرهائن، ولكن نتنياهو رفض هذه المسألة لأنه وجد بأن هذه ستكون مفيدة للفصائل الفلسطينية، وشكك برغبة حركة حماس في إطلاق سراح أحد أو حتى في إيقاف إطلاق النار، لكن هو ضغط أمريكي موجود بكل تأكيد. بالتالي المهمة لم تنتهي، تقدم حاضر، خسائر كبيرة، معطيات جديدة على أرض المعركة.